بسم الله الرحمن الرحيم. المنادى أحد المنصوبات في اللغة العربية. الحقيقة المنادى فيه كلام مهم، كلام كتير. إن شاء الله النهاردة هنتناول فيه أدوات النداء، إيه هي أدوات النداء، أنواع المنادى، إعراب المنادى، وشوية ملاحظات مهمة طبعا إن شاء الله بإذن الله. تعالوا الأول نمسك أدوات النداء كده وإيه ونقرب منهم واحدة واحدة كده وسمحنا. أدوات النداء في اللغة العربية: يا، أيا، الهمزة، هيا، أي، وليس أيها. يعني أي بني، لأن أيها دي بتبقى منادة، لكن أي دي أداة نداء. و زي ما بنقول وإسلاما وصديقا إلى آخره، فدي كلها أدوات نداء. بيقسموه علماء النحو إلى أدوات نداء للقريب وأدوات نداء للبعيد. يعني لو حد قريب منك سواء في المكانة أو في المسافة، يعني واحد قريب من قلبك قوي أو واحد قريب منك في المكان قوي، تقوم تقول له علي، أيوسف، يبقى أنت كده قريب، يبقى الهمزة أداة نداء وعلي دي منادة. لو هو بعيد شوية ممكن تقول يا، أيا، هيا، ده للبعيد. يعني ممكن تقول إيه؟ يا محمد، أيا عبد الله، أيا عبد الله دي بسمعها ساعات كتير. فعشان هو بعيد سواء برضو في المكانة أو في المسافة يبقى نستخدم له أيا. وعندي بقى أداة نداء كلنا يمكن أعرفها من القصة المشهورة اللي درسناها، وإسلاما وصديقا. بنسمي وادي للندبة أو ما يعرف بالبكاء على أو الحزن على. فكلمة ندبة أي بكاء، يعني وصديقا يبقى مات هذا الصديق مثلا. يعني قد تحذف أداة النداء، انتبهوا بقى لو سمحتوا، ساعات الأسلوب يبقى نداء ورغم كده الأداة مش موجودة، زي ربنا لا تزغ قلوبنا. أصل الجملة دي يا ربنا لا تزغ قلوبنا، شباب مصر أنتم المستقبل. على فكرة دي ممكن أجيبها لك في أول الفقرة في قطعة النحو وأقول لك شباب مصر صونوا لا حقها، وأقول قطعة ممكن الأولاد يفكروا أن كلمة شباب مصر في الأول دي مبتدأ. لا طبعا، من الممكن طبعا أن هي تحمل معنى النداء، ولو حملت معنى النداء يبقى على طول ها تبقى منادى. اللهم خلي بالك دي برضو نداء، حذفت الياء النداء، والياء النداء دي حذفناها وعوضنا عنها بالميم المشددة. يعني خلي بالك اللهم ده نداء. إذا يا شباب، يا وآية والهمزة وهيا وأي وا دول أدوات النداء، وخلي بالك ساعات ممكن يحذف. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو أنواع المنادى وإعراب. الحقيقة المنادى في اللغة العربية ليه أنواع، اللي هو بيجي بعد أداة النداء طبعا. المضاف، أي جاء بعد المنادى مضاف إليه. بعد المنادى جاء يا شباب مضاف إليه، علشان هي مكتوبة المناجة هي المنادى. أي جاء بعد المنادى مضاف إليه، يعني يا طالب العلم، يا ولدي. خلي بالكم بقى دي مهمة قوي، يا ولدي. ليه ولدي مضاف؟ علشان ولدي فيها الضمير الياء اللي هو ياء المتكلم، ياء الضمير، يبقى ولدي مضاف. ربنا ليه مضاف؟ عشان كلمة رب مضافة للناء. فإذا ممكن أن يكون المنادى مضاف لاسم أو مضاف لضمير، في الحالة أسميه مضاف. خلي بالكم نوع المنادى مهم، نوعه مش إعراب، يعني مش مضاف إليه مثلا، لا إحنا بنحدد نوع المنادى. يمكن اللي خد لنا في الجنس عارف أن أنا أقصد إيه دلوقتي. إحنا بنحدد الأول نوع المنادى وبعدين هنعرب. انتبهوا، عايز أشير كده لحاجة قبل ما نسيب المنادى المضاف. لما أقول يا بني أو أي بنية، هل كلمة بني هنا مضاف؟ لا طبعا، كلمة بني هنا مصغرة، فالياء في بني ليست ياء ضمير وإنما هي ياء مشددة نتجت عن تصغير كلمة بني. في ظاهرة كده في اللغة العربية اسمها التصغير، شجرة شجيرة ابن بني وهكذا. فلذلك كلمة بني تبقى نكرة وليست مضافا. فانتبهوا للفرق بين ابني، ما أقول يا ابني غير يا بني. يا ابني دي مضافة لياء المتكلم عادي وتبقى مضافة إلى ياء المتكلم، تبقى منادى مضاف. أما بني فتبقى نكرة مقصود حسب السياق طبعا. في حاجة تانية اسمها الشبيب المضاف. ساعات المنادى بيجي منون بعده ما يكمل معناه، زي يا صادقا وعده. إيه اللي بيكمل معناه؟ يا إما الفاعل بتاعه المشتق، يعني يا إما نلاقيه مشتق
عارفين اسم الفاعل العامل، اكيد طبعا انتم مش صغيرين، عارفين اسم الفاعل العامل اللي بيعمل عمل فعله، اللي بيرفع فاعل وقد ينصب مفعول به، عارفين اسم المفعول العامل اللي بيرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعول به، عارفين صيغه المبالغه العامله التي ترفع فاعل وقد تنصب مفعول به. اذا المقصود بالمنادى الشبيه بالمضاف هتلاقيه غالبا مشتق بعده المعمول بتاعه، يعني يا صادقا وعده، اهي بص يا صادقا وعده، كلمة صادق وعده دي صادق دي اسم فاعل عامل، ها منون يعني. بص يمكن من علامات الشبيه بالمضاف القوية ان يبقى منون بعد ما يكمل معناه اللي هو الفاعل او المفعول به، او ممكن يكون جار ومجرور ظرف. يا صانعا الاجيال، اهو نفس الحكايه، بص يا صانعا الاجيال بوركت منونه بعدها ما يكمل ايه يا شباب، معناه بنسميه شبيه بالمضاف. لو سمحت انا مش بعرف، انا العنوان واضح بيقول انواع المنادى، انا بتكلم في انواع المنادى واعرابه هي تحت يا سيدي، هنتكلم هنقول لك كل ما سبق ده بيبقى منصوب، بس الاول تحدد نوعه صح. يبقى عندك الشبيه بالمضاف، عندك حاجه بقى اسمها نكره غير مقصوده. يعني ايه نكره مقصوده؟ قول رجل اعمى يا رجلا خذ بيدي، انا قصدت ان انا اقول لك رجل اعمى علشان تفهم ان هو مش قاصد حد معين، لا ده قاصد اي حد يعدي الشارع او ياخذ بيدي. يبقى عندي نكره غير ايه؟ غير مقصوده، يعني تفيد الشمول والايه شباب والعموم. كل ما سبق بيبقى منادى ماله منصوب. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى احنا كده خدنا ايه يا شباب؟ ادوات النداء اهي قدامنا، وخدنا انواع مين كمان؟ المنادى. تعالوا بقى ناخد حاجه كمان اللي هو المنادى واعراب. بص بقى يا سيدي، تابع المنادى واعراب، احنا خدنا ها خدنا ايه المره دي؟ ها المضاف والشبيه بالمضاف والنكره الايه غير المقصود. تعالى بقى ناخد العلم، المنادى العلم. يعني ايه منادى علم؟ يعني يا الله يا احمد، العلم عارفين اسماء الاشخاص او المدن او غيره. النكره المقصوده، بص بقى انا هكتب، بص بقى بقول لك السياق، اشار المعلم، يعني معلم واقف في فصل واشار، اجب يا طالب، خلي بالك اجب يا طالب، يعني هو بيشاور على طالب وقاصد طالب معين. يبقى انا كده عرفت من سياق الكلام ان هو قاصد حد. يا مصريون انتجوا، طب ليه بقى ديت كلمه يا مصريون انتجوا؟ انت ما قلتليش واحد بيشاور على حد ولا حاجه. لا طب انا هعلمك حاجه كده لو سمحت، خلي بالك، طالما النكره شكلها مرفوع تبقى مقصوده. يعني ايه تاني كده؟ يعني مصريون شكلها مرفوع لان فيها الواو، واو ونون، تعالوا جمع المذكر السالم بيرفع بالايه؟ بالواو. طالما لقيت منادى نكره مرفوع شكله مرفوع، تعرف انها نكره مقصوده. يبقى انا كده في الجمله دي قاصد كل المصريين ولا فئه معينه؟ فئة معينة، وانتبهوا لأن الكلام ده هنستثمره في الآخر، لأن في أسئلة هجيبها من كتاب المدرسة مهمة أوي. تاني، النكرة المقصودة كيف نعرفها؟ نعرفها من خلال السياق أو من خلال الشكل الإعرابي. فإذا وجدت أشار المعلم في الفصل إلى طالب وقال يا طالب أجب، إذن هنا نكرة مقصودة وشكلها كمان هي مرفوع لأن ما عليهاش نصب ولا حاجة. طب يا مصريون أنتجوا، ما فيش أي سياق. طب إذا أبص لشكل النكرة، طالما شكلها مرفوع تبقى اسمها نكرة مقصودة. أيضا من ممكن ننادي المعرف بقلب بواسطة، يعني ما أقول إيه؟ ها يا أيها الإنسان، يا أيها الذي كذا، مش كذا، يا أيها الذين آمنوا، كتير قوي القرآن يقول لك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. طب يا أيها الإنسان، فاكرين احنا مين المنادى هنا؟ ايها بالظبط. مال اللي بعد ايها وايتها؟ فاكرين كلنا بيعرب ايه يا شباب؟ بيعرب نعت زي ما انت فاكر، ونعت مرفوع كمان، يعني كلمه الانسان نعربها ايه؟ نعت. وكلمه الذي برضو نعربها هنا ايه؟ نعت. ساعات ممكن استخدم واسطه للنداء المعرف بقى اسم الاشاره، يعني ممكن اقول يا هذا الرجل، يا هؤلاء الرجال. يبقى اذا من الممكن استخدم اسم الاشاره هو اللي فاصل، وبرضه هو اللي هيبقى منادى، واللي بعده نعت، اللي بعد اسم الاشاره دي في اغلب الاقوال ان هو ايه يا شباب؟ نعت. طيب العلم والنكره المقصوده وايها وايتها بيعرب دائما منادى مبني على ما يرفع به. يعني ايه يرفع؟ يعني ايه؟ يعني بص كده، طالما المنادى طلع لك علم، تشوف العلم ده بيترفع بايه؟ يعني لفظ الجلاله بيترفع بايه؟ بالضمه، بدل ما تقول منادى مرفوع بالضمه، لا لو سمحت المنادى مبني على الضم. طب افرض قلت يا احمدان، منادى مبني على الألف. طب هنا يا مصريون، منادى مبني على الواو. طب أجب يا طالب، منادى مبني على الضم.
يا أيها، أيها منادى مبني على الضم، والهاء دي دائما حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب. هذا هيبقى بيحتفظ بعلامة البناء الأصلية بتاعته اللي هي السكون. يا هذا يبقى منادى مبني على السكون، لأن هي اسماء الإشارة المنتهية بألف مد تبني على السكون. يا هؤلاء منادى مبني على الكسر في محل نصب، خلي بالك. ودي طبعا فيها تفصيل في كتب النحو بس مش عايز أشغل بالك بيها. يا ترى بقى يبنى على حركة اسم الإشارة ولا يبنى على الضم ولا يبنى على إيه بالظبط؟ المهم هم الأغلب الأقوال إنه يبنى على حركة اسم الإشارة عشان ما انتهش. ها العلم والنكرة المقصودة وأيها، هذه الكلمات تبنى على ما ترفع به. كل ما سبق يعرب منادى مبني على ما يرفع به. يعني كده المنادى ليه كم إعراب؟ يعني بص احنا يعني نرجع كده معلش، لو انت تفتكر احنا كده المنادى كان ايه؟ احنا كنا اهو افتكر كده ان المنادى كان ايه؟ مضاف وشبيه بالمضاف ونكر غير مقصودة، وده كان بيبقى ماله؟ منصوب، مش كده؟ طيب لما كان علم ونكره مقصوده وايها وايتها وهذا واسماء الاشاره، كان بنقول منادى ماله؟ مبني على ما يرفع به. اذا المنادى مالوش الا اعراب، اعراب من اعرابين يا شباب، يا اما منادى مبني يا اما منادى منصوب حسب نوعه. طيب نروح بقى لملحوظات مهمه جدا من كتاب المدرسه. المدرسه كتاب المدرسه جاب له كده وقال له في تدريب من التدريبات عندك: يا حسره على ما فرطت في جنب الله. وبص بقى قال له ايه؟ اعرب كلمه حسرتها. استاذ طب ده المنادى نوعه ايه بقى؟ اصل الكلام المنادى ده يا حسرتي، يعني كان اصلا كلمه حسره مضافه لياء التكلم، يعني ده منادى مضاف. لكن المنادى المضاف لياء التكلم ده ليه قصه طويله جدا في ابواب النحو، يعني ساعات يحذف خالص. ممكن اقول يا عبادي، يا عبادي، قل يا عبادي الذين امنوا، عبادي من غير ياء. زي برضو ممكن أقول يا قومي، قومي من غير ياء. وممكن أعوض عنها بالتاء، تخيل بقى يا أبتي، يا أبتي. أبتي دي نعربها إيه؟ نعربها منادى مضاف منصوب والتاء تعويض عن الياء المحذوفة. معلش كده، يبقى المضاف لياء المتكلم في كلام كتير يجوز إن ياء المتكلم دي تحذف، يجوز تقلب ألف زي دي بقى، يعني يا حسرة. ما جاء عربة أقول إيه؟ بص، منادى مضاف إلى ياء المتكلم المنقلب ألفا منصوب علامة نصبه الإيه شباب؟ الفتحة. فالكتاب يعني أحب أن يثير هذه القضية، قضية ياء المتكلم، وإحنا ما تعرضنا لهاش كتير بس إحنا أعربنا اللي جات في الكتاب. هنقول كده منادى مضاف إلى ياء المتكلم طبعا منصوب علامة نصبه الإيه شباب؟ الفتحة. الملحوظة الثانية من كتاب المدرسة جاب له سؤال بيقول له: يا مصريون أخلصوا، يا مصريين أخلصوا، ما الفرق وأيهما تفضل؟ طبعا احنا عرفنا من شكل المنادى من الممكن نعرف نوعه، يعني بص كده يا مصريون أخلصوا، واضحة كده انها نكرة مقصودة. افتكر انت لسه بس مش فاكر، لسه ما حفظتش معايا، لما يكون المنادى شكله مرفوع يبقى اسمه نكرة مقصودة، يعني اقصد ناس معينه، اقصد مجموعه من المصريين. طب يا مصريين اخلصوا، لما يكون شكل النكره منصوب تعرف انها غير مقصوده، تدل على الشمول والايه والعموم. يعني هو كده مدخل النحو في البلاغه، بيقول لك ما الفرق؟ اقول له الاولى نكره مقصوده والثانيه نكره غير مقصوده. بيقول لي ايهما تفضل؟ افضل الثانيه لان تفيد الشمول والعموم. ولما اقول انتجوا او اخلصوا، هل هذا النداء يجب أن يوجه لمجموعة من المصريين؟ مطالبة المصريين بالإخلاص، هل يكون لمجموعة معينة أم لكل المصريين؟ لكل المصريين. إذن أختار النكرة غير المقصودة اللي بتدل على الشمول والإيه والعموم. خلاصة القول، هو جايب لي واحدة شكلها مرفوع أعرف أنها مقصودة، واحدة شكلها منصوب أعرف أنها غير مقصودة، وأقول له اللي يناسب المعنى أكثر هي اللي شكلها منصوب. ليه؟ عشان بتدل على غير مقصوده، وبالتالي شمول وايه شباب؟ وعموم. دي كانت سؤال في كتاب المدرسه. ايضا سؤال قريب جدا منه: يا مواطنون اخلصوا، يا مواطنين اخلصوا، اعرب المنادى. في الاول نقول ايه؟ ها منادى مبني على الواو لانه نكره مقصوده. الثاني بقى منادى منصوب بالياء لانه نكره غير مقصوده. تمام يا شباب؟ تمام. طيب نيجي بقى للملحوظه، لسه ما زلنا مع ملاحظات كتاب المدرسه. خلي بالك، يجوز حذف آخر المنادى ويسمى ذلك بالترخيم. يعني ايه الترخيم؟ مش ترخيم مش من الرخامة يا شباب، يجوز حذف آخر المنادى، يعني يا صاحبي أقولها يا صاحي،
يا فاطمة، أقولها يا فاطم، يجوز كده نوع من الدلع يعني، يا صاحي يا فاطم. وحتى تلاقي في الأفلام الأجنبي، في التمثيلات الأجنبية بتاعت زمان شوية، يقول لك يا صاح، إيه يا صاح ديت؟ أصلها يا صاحبي. يا فاطم، إيه يا فاطم؟ دي بعض المسلسلات يقول لك يا فاطم، أصلها إيه؟ ها؟ يا فاطمة. يبقى يجوز حذف آخر من. طب نعربه إزاي يا أستاذ؟ عادي جدا، نعربه عادي جدا. يعني يا صاحي ده نرجعه لأصله، أقول له صاحبي منادى منصوب بالفتحة المقدرة على الباء المحذوفة. ما الباء أنا حذفت آخر منادى. طب يا فاطمة، ها فاطمة ديت مالها؟ علم. يبقى منادى مبني على الايه؟ مبني على الضم، لانه علم. وعلى فكرة الظاهرة دي احنا بنعملها في العامية. معلش انا اقول حاجة غريبة شوية كده، محدش يستغرب يعني. يعني احنا ساعات في العامية نقول لك ايه؟ يا حما، ها طبعا انت فهمتني دلوقتي، يا حما ايه؟ احمدي احمدي، فين الدال؟ راحت فين الدال؟ احنا ساعات بيحصل بعض يعني اللهجات، انا ما بقولش طبعا لهجات، في ناس طبعا بتحافظ على جمال اللغه يعني وشكلها، لكن في ناس ساعات ايه بتكسل تقول الحرف الاخير، يا حما ويا محمى والكلام ده كله. فدي ظاهره موجوده ايضا في العاميه، وهي حذف اخر النداء كسلا من المنادي يعني. المهم ان احنا بنعرفه ازاي، عشان جت في دليل التقويم يا صاحي، دي يا صاحي قال له يعني انا مش بجيب حاجه يعني يعني زيادة يعني، لا طبعا جت في دليل التقويم. وقال له اعرب يا صاحي، اقول له منادى منصوب، لانه اصله ايه يا شباب؟ يا صاحبي. الخلاصة شباب، المنادى اما مبني اما منصوب، ما فيش منادى مرفوع ولا مجرور يا شباب. مبني لو علم او نكرة مقصودة او ايها وايتها، منصوب لو مضاف او شبيه بالمضاف او نكرة غير ايه يا شباب؟ او نكرة غير مقصودة. دي كانت الخلاصة. فيا رب تكونوا كده إن شاء الله استوعبتوا المنادى، وإن شاء الرحمن الرحيم ما تقعوش في ولا تدريب بإذن الله، ويا ريت تدونوا ملاحظات وتراجعوها لأنه عايز حفظ شوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة